روق علينا النجاح في المغرب هو انك تطلع فورمه ديفينيتلي نوت. دابا الدراري كلشي ولا تيبان لي تيفهم حتى في بوبليك، بوبليك مابقاش يدور. دابا راه تيشوف الكليبات ديال هادو اللي تيبكيو ولا تيسمعو تيبكيو، راه ولات عرفتي دابا طالعه هذيك الموجه ديال تيبكيو والحار سبعاتون وهذي، بوبليك عاق مابقاش يدور. فهمتوا ولا لا؟ نعطيكم ستاد لي دوكيومونتير سيرو تفرجوا فيهم باش تعرفوا شنو تعني الدوكيومونتير. غادي اجيو ضدي، فهمتوا؟ انا مبغيتش شي حد يجي معايا، سيرو مع العقل. اول واحد هو د المورفين ايقونه، ثاني واحد هو ديال شايفين دي زيستوار اي دي زوم، ثالث واحد بوي بلان ديال سوينغ، رابع واحد ديال وينزا، خامس واحد سميتو المنسيون، سادس واحد نفسيه حراق ديال ايمن سيمباي. سيرو تفرجوا في هاد لي دوكيومونتير وهذا اجيو كملوا هاد الفيديو هذا. زاكستر هادي مقولة شي واحد ماشي ديالك. اول حاجه الغايه من هادشي هذا كامل هو البيع والشراء ديال هبات. علاش؟ حيت خونا عنده فارماسي بغى يبيعها، دار هاد المسرحيه. كراري واش قالك باغي نديروا لي وحدين؟ سمعوا والله حتى تسمعوا كوري كيرا، سمعوا شحال بغيتي تضحكوني. هذا سيدي قالك باغي نتجمعوا عليا ويحيدوا لي الباج. علاش؟ حيت قلت الدوكيومونتير ديال هبات ماشي دوكيومونتير. هادشي اللي قلت، قلت ماشي دوكيومونتير وفيه. علاش ما قلتش ماشي دوكيومونتير؟ حيت فيه بزاف د المعايير اللي فاشله بالنسبه لدوكيومونتير. وشكرت العمل، قلت شنو فيه زوين، فيه البكاء مهمه تيبكي وديال الدراري قصص المعاناه، قلت هادشي هذا. شوف هادين قال لك الا الا سكت الا سكت ما تعبرش على الراي ديالك. تريدو ما عارفينش دي جائزه ديال الدوكيومونتير 10 مليون دايا. ها هي ثلاث دوكيومونتير وانا بعت الدراهم للمساكين. ياك طلعت دوكيمونتير وما دويتش، ولكن فهمتي انا دابا داك الطباخ علاش كدق عليا في ستوريات؟ حيت دابا انت الصاد اش كدير؟ انت كطيب صافي، علاقتك بفيتنس انك كطيب شي لقيتي واحد الضايط تبضع او تغلاضي شي. دابا علاش كتبدني في ستوريات؟ انت اصلا دابا مشكلتك انك انت باش تبقى انت هو انت خصك تبقى راسك في الاخر وداك الشيء اللي دارو تدخل معاه وتبقى انت ويطاقيك وتبقى انت عايش. مين انت؟ يو دو ناتينغ، يو ار نو باري عشير. ودرتي وليتي كتجي انسبيريتي المغاربه عشيري، ما ارو نو سو ليف مي ذا فاك الون عشيري. سير طيب شي خيزو بحسبو عشيري وبعد مني يلاه الله يحفظك. وواحد اللعيبه اخرى ديديكات لاي واحد كيضرب مجهود كيضرب تمارين شي لعيبه كيتقاتل كيدمر على شي لعيب، فهمتي؟ يو غا ريسبكت ذات، فهمتي؟ ما بغا نحيدو حتى شي واحد حاجه ديالو، ولكن من انا خي انا في الدومين ما نقولش لك، فهمتي؟ انا بلا مقولش انا فهمتي يعني الكينز اخو الكينز بدينا الهيت كذا، ما نقولش كذا لعيب. ولكن انا كنتريني مهتم بالفيتنس في المغرب. انا ما شفت اخي شي واحد مثلا مثلا ديفيد ليد جيف سيد الناس لي زيماج ديال 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 الفيتنس في امريكان ولا في يو كي ولافر بغي يوصل ان الفيتنس ديالهم مقود وجلس بدا كيبكي قدام كاميرا. الا حنا عندنا في المغرب ما مصر في الخليج ما كاينش هاد اللعيب. لازم كيوريك الاتشيفمنت في داكشي كونكري اوكي. مي حنا في المغرب فهمتيني جلس بدا يبكي قدام كاميرا، اجي وريني فيتنس فين واصل ديالكم كيفاش بلان شنو الريفولوشن اللي درتو. بنادم كيبكي قدام كاميرا ارون غيريت ارون. وكاين بزاف اللي كيقول اسويل دابا انت غيكون مبقى في الحين ما بنيتيش الدوكيومونتير. برادر انا خليت شان في عرفت واش 500000 ما تسوقش بديت ازاير مشا كونت انستغرام ما بكيناش عليه بديت ازاير. سو البلان ديال انني بغيت نبان شي لعيبه اي دازنت ماتير تو مي اني جي مي لايك ذا ايديا اوف تبين الفيتنس المغربي هذاك بحال كاك ذاتس وات اتس اباوت فهمتيني. وتخلي المغاربه ما عرفتش اتشيفين في الدومين اخي لا صدو دو باس ولا دو باس اتشيفين الاخر. ونعرف بنادم معاود ليا شنو طاري ليه الساط على قبل هادشي واتشيف شي لعيب وتجي في الاخر اخي الفيتنس المغربي تنبحنا كي كليب كي شامبوليس راه نفس المعنى. وبالنسبه للناس اللي ما تيفهموش لونغلي ستوري اللي فات راه بحال داك خوني اللي قال تشكون اللي ربط الكلاب وخلاك حتى سير تنبح هنا كي الكليب كي شامبوليس راه نفس المعنى نفس المعنى. هادي غنى وشحال هادي مراكنه وهادي قالها خونا باين من المزاب ولا ما نعرف بقا تنبح الكليب كليب ماشي كلب كليب كليب. المهم ما عليه الناس والله لا ضحك ولكن داوي بصح. صراحة الدراري شفت واحد البلا ديال كريم بالبيض شكون انسبيريت الصعب بكيت الصعب زيت عويجي قلت الله صعب اي نوباري ايفر سيد ذات شيت عشان ايفر ايفر
وتيلمون كي كنت كان هايبي بزاف كنت باغي نتفرج فيه داير ريفي مع 8 قلقسم باش دغيا نخرج من لاصال باش نمشي نحط قهوه ونتفرج وتفرجت. بصراحه الحاجه الوحيده تقدر هاد الهضره ما تعجبش الناس، الحاجه الوحيده اللي عجبتني هي الامهات اللي كيبكيو اللي تاثرت فيها، بينات على ان الام ممكن تضحي بالبكاء ديالها وبالدموع ديالها اللي غاليين غير باش ولدها يصوفي. شو ديزوري كاملين ماتوا لنا عائلاتنا، كاملين كاين اللي مات له باه، كاين اللي مات له امه، كاين اللي هذا. ها حنا شوف ها حنا اخويا ها هي يلا دابا هاد السيد هذا يخرج يقول له راه واسمح لي راه كاملين كاملين يعني ماشي هذا هو ماشي هذه هي النجاح. اسمح لي ماشي النجاح انني امي تبيع التليفون باش نشري بروتين وما نكونش بطال. يا كتهضر على الفيتنس واش عندك بروكارد اي اف بي بي ولا عندك شي حاجه؟ شو ديزولي خويا وما خليتوش الابطال الفري شنو يقولوا. راه الابطال المغاربه معروفين هادو راه بلا ما نبقاو ندخلوا في التفاصيل. رجع كيجيني انا بحال هذوك المخترعين اللي ما اخترعوا والو كيقول لك البلاد ما عطاتنا والو. وشنو درت يا خويا؟ ما تقوليش الفقر، ما تقوليش الفقر. انكانو راه بطل العالم ديال كان يربح البطل العالم ديال لابوكس صافي. ما كنخرجوا نديروا لي زارشيف خلاها لا ماركيز في لاغ ديال الدوكيومونتيغ، ما كنخرجوا نديروا لي زارشيف نخرجوهم حتى تنكونوا بحال شاهد على العصر ديال الجزيره. كتكون عندك 70 عام ولا 80 عام عندك شي قصه ولا عندك شي ليغاسي كبير عاد كنخرجوا نقولوها. يعني لو بوت جوستيفي لو ديبي، لو ديبي زوين مقاتلين بخير كذا، ولكن فين خويا؟ اسمح لي واحد اللي قال لك كينقل في الباك داير لي زيات داروا له بروغرام ديال لاسيش باش يطلع للكومبيتيسيون وسط كيبيع داك البروغرام للكوتشينغ. هادشي كامل بيزنس صافي من الاخر. قول لي شي واحد كيدير داك الشي فابور تقول لي ب 20 مليون اسمح لي 20 مليون تقدر تكون الحاله الوحيده هي انك تكون شريتي الماتيريال ب 20 مليون وباش تبقى تخدم به ماشي دوكيومونتير تطلع وجي غيان كونتر. هاد الهضره ماشي حسد ماشي حقد ماشي دكتور. غادي درت هاد الفيديو قبل منك فهمتي، درت الفيديو قبل منك وقلت لهم هادشي هذا فهمتي وشرحت لهم هادشي قلت لهم هادشي ماشي حقد عطيت دابا انا عطيت رأيي ديالي ان هذاك ماشي دوكيومونتير سميه كان هذيك شي كون سميتيه فيديو فلوغ مابقاش بلا ما يدير عليك واحد الضجه. حيت انا قلت دوكيومونتير ماش ما فيهش معايير الدوكيومونتير داك الفيديو ناض بنادم تيقول لي ما حاملوش حسد حسد الصاد. علاش غادي نحسد انا بنادم فهمتوا؟ علاش غادي نوض ابا قال لكم كدوكيومونتير كفن ما موريكم حتى شي حاجه من داك الشيء انا اللي مصايب. اذا جيت نوري البنادم انا شنو مصايب مشكله فهمتي غنبقى واش بصح انت هو اللي كنا كننتقدوك على. ولكن انا ما بغيتش نبين لار ديالي الفن ديالي ما بغيتش نبينو دابا حيت خدام به حيت تنبيعو فهمتوا. انا دوكيومونتير رابح جائزه ربعتها باش عطاوني دوك الفلوس ديال ديك الجائزه راه بايع دوكيومونتير. دونك هيدو مبالكم العباد الحقاد داكشي ديال العيالات داكشي ديال اللي مورتين فيكم الحقد شو ما حملنيش شريت برديل هذيك العقليه بيريمي. حنا هنا تناقشوا مواضيع موضوع تناقشوه. قال خمس سنين اصدقاء الاخراج ملي جيت ننتقد كاين انتقاد النقد السينمائي فهمتي كاين ملي جيت ننتقد قال لك لا ما تنتقدش نقولوا الاسماء بمسمياتها. واش انت ايدول اخويا؟ واش لو اف بي بي تي ما كملتيهاش وتقول لي انت ايدول؟ اسمح لي تا واحد تما ما كمل القرايه ديالو، تا واحد تما ما رجع بطل في المهنه ديالو، شنو؟ الاخر عاوتاني اللي باقي ساكن مع والديه اللي بعت الام ديالو هذاك عنده مرض وبغيتو الناس يبقاو يمرضوا يشوفوا راسهم في المرايه يقول لك لا راني ضعيف. هذاك السيد كان كيبيع الدوباج في لاصال ديال القنيطره ومن الاخر عندنا معلومات. اسمح لي الاخر عاوتاني وي مات الوالد ديالو تاثرت وي ولكن ماشي فاليو بحال داك لي فيمينيست اللي كيخرجوا وكيبغيو الباور هي بار لو بوزيسيون دو فامي حيت عيالات ماشي حيت كومبيتونت. اسمح لي الراجل ما كيبكيش بداك الطريقه اخويا وما بقاوش نكذبوا على راسنا اخويا. اسمح لي وهادشي كامل بيزنس ديال الكوتشينغ صافي. الاخر كيدير لك ماكلة ديال 3000 كيلو كالوري الحماق هذا ان غوبا عامر هذا. واسمح لي سي اون بومب دو كوليسترول وكيجي كيقول لك بلاطو ديال الميلفي تاكلها كامله عندك 50 درهم 50 درهم ديالاش ديال السبيطار ولا ديال الانعاش ولا ديال الكفن ولا ديالاش اخويا. واسمح لي اخي صافي والله اعلم بلا ما تعجبوش الهضره النيشان
با لما منيش ما تعجب شي واحد الهضره ريشا شي يقول لك ما حملوش حيت واحد نجح. شنو هو النجاح بالنسبه لكم الدراري اللي كتنتقدوا؟ شنو هو النجاح بالنسبه لكم في الحياه؟ بغيت نعرف واش هما لي فو. غنضربو ملايين ديال لي فو، ضربنا 600 كاري مدة وجيزة، أما غنا درنا كاطو فرحنا بلي فولورز ديالنا كشي نو. ماشي هادي، ماشي هادي المغزى من 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 الحياة والهدف من الحياة. شي ما تفرحنيش أنا بعدا نمبرز أرقام لعيبات ما تفرحونيش. عندنا أهداف كبارين، أهداف إرباك إرباك. وباش نكونوا فاهمين على واحد القضية، هذا ماشي فيلم وثائقي. أول حاجة الغاية من هادشي هذا كامل هو البيع والشراء ديال هبات. علاش؟ حيت خونا عنده فورماسيا بغى يبيعها، دار هاد المسرحية. وهذا الشيء بعيد كل البعد على شي حاجة سميتها الفن أو فيلم وثائقي. وباش تتعتبر راسك قدوة، كنظن أصدقاء خاصك تبين راسك، دير محتوى في فيسبوك. هادي مقولة شي واحد ماشي ديالك. وهذا الشيء بعيد كل البعد على شي حاجة سميتها الفن أو فيلم وثائقي. وباش تعتبر راسك قدوة، كنظن خاصك تبين لنا المثال الصحيح ديال النجاح بالصح. دونك دوكيومونطير ما فيهش مثال الحقيقي للنجاح. حتى شي واحد ما هز بطوله، حتى شي واحد ما شارك في مانس فيزيك، فهمتي؟ جيب لي مثال حي على ان ديك لي زيستوار معاناه اللي دازو منا والنجاح راه مثال حي، فهمتي؟ راه واقع لنا النجاح في المغرب هو انك تطلع فورما. هذا هو النجاح، انك تطلع فورما ديفينيتلي نوت. حيتاش صعيب تقول على راسك قدوه ناجحه بفيديوهات فيسبوك وشويه ديال القصص الحب مع صاحبتك. هذا شي واحد قايل هذا الشيء. هذا وعفاكم اللي بغى يدير شي حاجه المره الجايه ما يبقاش يخدم لينا العاطفه. مبدا نبكي امي باش نبقى في الناس. ترى يشوف الله يسهل على كل واحد. حيت عامل واحد يشوفني انا اني حاقد. دابا تشوفوني مور التليفون ديالكم حاقد على داك العمل اللي دار. نو هذاك مجهود، فهمتي؟ هذاك كما كان الحال مجهود، وانا اقدر المجهود، فهمتي؟ العمل ديالي هذا، فهمتي؟ السينما ولا رياليزاسيون تنبيهات ناكل فيها ترغيف ديال الخبز. دونك هذاك الشيء راني فاهمه ان فيه تماره وكذا وكذا. بغاو يحكروا عليا الدراري، بغاو يبكي صاحب لهم باج هي باش عايش. نو بروز واش عرفوا قاري الاخراج وما تندوش من فراغ. الا انتقدت غنتقد نقد زوين ماشي حقود. انا لست بحقود. انا شفت الدوكيومونطير ما فيهش الحس الفن والو، فهمتي؟ نو كرياتيفيتي حتى شي لعبه. وعبرت على الراي ديالي، ما عجبكش الحال تفضل. اما باش تجي تقول لي اسكت اعطيها هذاك الشيء بيبليك. اي واحد عنده الحق. كيف انت تقول زوين كاين واحد تيقول خايب. راه في باتمان، فيلم باتمان مخسر عليه الملاير، فهمتي؟ بليون دولارز سلسلات طن. تيجي واحد تيقول لهم ما عجبنيش، ها علاش وهالاش. داك الشيء اللي درت انا قلت ها ما عجبنيش وهالاش، ما دويتش من فراغ. شوف ما جيتش وقت نعطيكم لي زارغومون عيانين كذا، تندوي بواحد العقلانيه. ها علاش ما عجبنيش؟ ناضوا لي فان ديالو ما فاهمينش، مساكن بداو تيسبوني. لا صعب. إذا كنتم مولفين مقموعين ما تتهضروش، سواء أنا عجبتكم الحاجة ولا ما عجبتكمش وصار ساكتين. أنا ماشي من ذاك النوع. بغات تمشي لي باج تمشي، أي دونك كير برك يبقاو معايا 10 نعاود كري باج 10 وثاني ومحرشين. حتى هو المغزى شوف بلاصه اللي منين جينا واللي منا يسمعنا بالتخبير.